بتوقيت الأولى مع أمال الشاهد. عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بتوقيت الأولى، حلقة نهار الأربعاء 15 ماي 2013. حلقتنا اليوم مش تكون خاصة شوية بما أنه فما أحداث مهمة ومواضيع مهمة تطرح أنفسها بين البارح اليوم وغدوة، أحداث تتعلق بلجنة الفرز في المجلس الوطني التأسيسي وخاصة قرار المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ العمل بالسلم الترقيمي. مش يكون هذاك موضوعنا في الجزء الأولاني، والجزء الثاني مش يكون حول الحوارين الوطنيين، الحوار الوطني اللي يتواصل لليوم، أعتقد أنه اليوم نهار الأخراني في دار الضيافة في كارتاج ما بين المكونات السياسية والأحزاب السياسية، والحوار الوطني اللي بش يبدأ غدوة بتنظيم من الاتحاد العام التونسي للشغل. قبل المواضيع هذوما الاثنين الكل نبداو مع احداث اليوم، ونبداو باستئناف جلسه جديده للحوار الوطني ما بين الاحزاب اليوم العشيه بعد ما تعطل البارح الحوار هذايا في نقطه حل روابط حمايه الثوره بقرار سياسي. كان من المنتظر انه يتم اختتام الحوار الوطني البارح بصياغه البيان النهائي. لوغو فابيوس وزير الخارجية الفرنسي في لقاء مع الصحفيين البارح بعد يوم من زيارته لتونس يقول الإرهاب مش لعبة، ومواجهته ما تنجم تكون إلا جماعية ومشتركة ما بين الدول كما وقع في شمال مالي. وقال أنه يعتقد أنه بعض التوانسة المتورطين في أحداث جبل الشعامبي مؤخرا تلقوا في فترة سابقة تدريبات في شمال مالي. وزير الصحة عبد اللطيف المكي في زيارة البيجة دشن من خلالها مراكز صحية جديدة، وفي نفس الوقت في استجواب لإحدى الإذاعات نفى وجود أي خطر لفيروس كورونا في تونس. وفي المقابل صاروا احتجاجات لعدد من العاملين في القطاع الصحي تزامنت مع زيارة الوزير. ولي القيروان يؤكد أنه وصله طلب ترخيص كتابي لتنظيم لقاء أنصار الشريعة الليامات المقبلة للقيام بأعمال دعوية وأعمال اجتماعية وقراءات شعرية ومشاركة لأحد الأطفال. وكما كل نهار أربعة أنصار الجبهة الشعبية ومواطنين متضامنين ينظموا الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية أمام وزارة الداخلية تحت شعار شكون قتل شكري بالعيد، ونشاهدوا مع بعضنا الفتير اللي صورناها قدام وزارة الداخلية. سنبقى فيها وسنأتي كل يوم أربعة إلى أن تظهر الحقيقة. اعتذروا له على خاطر تو سامبلومون اليوم تعداو برسك 100 نهار وما ظهرش حقه، والحكومه هذه تتكتم على المعلومات والمعطيات اللي ممكن تكشف الجريمه. مصير تونس مجهول، معناتها الواحد فما بالك شكري بالعيد يقعدوا كل ربعه يخرجوا وطول اعمارهم يخرجوا ما نتصورش. طال الزمان ولا قصر لابد باش يخرج حقه، واحنا نتمنوا وشادين صحيح وربي ان شاء الله يخرج حقه. نحن في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد على يقين يتحدى اي شك اننا سنعرف القاتلين وسنقتص منهم، سنترك الامر للقانون. نشاهدوا مع بعضنا لافيتير دو جور، الموضوع اللي صورناه اليوم اللي يتعلق بندوة صحفية حول قيمة الغابات في التنمية وفي الاستقرار. وبعد دقيقتين نتاع الفيتير نستقبلوا بحضنا ضيوفنا الاولانيين في الجزء الاولاني من البرنامج اللي هما السيدة فاطوم الاسود نائبة من المجلس التأسيسي، والاستاذ عمر الصفراوي الناطق الرسمي لمجموعة 25 محامي، علما انه الجزء الثاني باش يكون معنا فيه السيد سمير الشفي من اتحاد الشغل. اليوم
اليوم الشيء اللي خلانا نفكروا في تنظيم هذا اللقاء هو ما يعني يستجد من جديد يعني في تونس، وخاصة بظاهرة يعني الإرهاب التي بدأت تتحصن بالغابات وبالمناطق الجبلية، والاستخدامها للإساءة ويعني الاستقرار لضرب استقرار تونس. وبالتالي لابد أن تكون تنمية الغابة بحيث تكون الغابة بيئة طاردة، بيئة منفرة للإرهاب، لأنه الإرهاب الذي يتحصن بالجبال إذا كان ما يكونش بينه وما بين المواطنين تواصل وتواطئ، معناها فهو لا يمكن أن يستمر. سيتي la capacité hôtelière la plus grande capacité hôtelière d'Afrique du Nord. ما بين عين درهم وطبرق فماش حمامات وما فماش سوسة وما فماش جربة. أول حاجة توخرت تقلصت من وقت الثورة لليوم، يعني أمور أمنية، هي الأمور أمنية أول حاجة. والحاجة الثانية فما المحيط، محيط الوسخ كيف اللي جيت واللي هلكنا جملة تونس هي اللي ميديا أوروبيان معناها فرانسيس والمان. نحبوا توا السياسة الجديدة نتاع الاستثمارات في السياحة هي تمشي داخل المناطق، ونعملوا تهيئة جديدة. كنا نخموا على فندق ب 600 فرش في البحر، نمشيو لداخل، نجيو في عين درهم، نجيو في بابوش، نشوفوا في مناطق غبية أخرى، ونعملوا محطات نتاع استراحة في وسط الغابة صغيرة بلا غير ما نكسروا الغابة. الغابة تبقى نحافظوا عليها، وندخلوا مثل هك اللي شاليه مثلا بالخشب نجيبوه نحطوه في وسط الغابة بدون ما نمسوا بالغابة، ما نضروش الغابة. مرحبا حذية بالسيدة فاطوم الأسود نائبة من مجلس التأسيسي من كتلة النهضة، مرحبا بك لفاطوم. ونرحب أيضا بالأستاذ عمر الصفراوي المحامي وسيد الناطق الرسمي بمجموعة أو المنسق العام منسق الناطق الرسمي الأستاذ أنور الباسي ل 25 محامي باش كل واحد ياخذ المهمة نتاعو. مرحبا بكم الاثنين. الاستضافة سيادتك أيضا يعني عضوة في اللجنة الخاصة بالفرز في المجلس التأسيسي، فرز طبعا الأعضاء اللي باش يكونوا موجودين إن شاء الله في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المقبلة. البارح تطرح مشكل كبير، يعني مشكل قانوني صحيح، ولكن حتى مشكل فعلي، يعني أنتم تقدمتوا في أعمالكم، اللجنة عندكم مدة ملي بديتوا تخدموا وصلتوا إلى نتائج، وصلتوا إلى فرز 108 أعتقد أعضاء، مازالكم يمكن فترة فرز ثانية باش تقفوا على العدد النهائي للناس اللي باش يكونوا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المقبلة، بدأوا يخدموا على رواحهم. لكن المحكمة الإدارية استجابت لطلب عدد من المحامين، وخرجت البارح قرار في توقيف التنفيذ بالنسبة للسلم التقييمي. أنت ساعة مسكي كنت في اجتماع في المجلس التأسيسي مع بقية أفراد اللجنة، شنو أهم الحاجات اللي قلتوهم لبعضكم وأهم القرارات ربما اللي خذيتوهم على ضوء القرار هذا؟ شوف في البداية أنا نحب نقول أنه راهو مهما كان المجلس دائما يذعن للسلطة القضائية قرارات المحكمة معناها انطبقوها بقطع النظر شنو مدى معناها قبولنا لها من حيث الأصل، لكن من حيث الشكل كإجراء قانوني نحن قررنا داخل اللجنة اليوم يعني منذ بعض الدقائق أنه الآن ستوقف أعمال اللجنة بصفة أولية. إيش معناها؟ معناها الاستماع اللي في بالنا على أساس أنه غدوة وبعد غدوة وبعد غدوتين ثلاثة أيام باش نستمعوا للمترشحين هذوما، الآن تم معناها إعلامهم أنه سيتوقف النظر الآن، هذا بصفة أولية. لكن إلى الآن ما معناها من خلال الاجتماعنا احنا نستشير يعني الخبراء في القانون اللي داخل المجلس وخارج المجلس على أساس أنه احنا باش نشوفوا تبعات هذا، لأنه احنا شنو داخل اللجنة أول ما انطلقنا على أساس أنه نسرعوا في تركيز هذه الهيئة. كما تعرفوا احنا عندنا روزنامي زي ما نحترمه في الانتخابات، والفترة الانتقالية هذه حتى مواطن ما يحب يطول فيها ولا يقبلها، دونك احنا التزمنا بتاريخ معين للانتخابات. لهذا الأساس نحن حاولنا أن نسرعوا في أعمالنا داخل
داخل هذه اللجنه لتشكيل هذه الهيئه اللي بتشرف على الانتخابات. وحسب ما حكاو لنا حتى الخبراء واللي كانوا مشرفين على العمليه الانتخابيه قالوا لنا راهو كما تعرفوا فما وقت يطلبوا العمل الهيئه هذه ابتداء من تاريخ تركيزها باش تقوم بالعمليه الانتخابيه اللي نتمنوها تكون يعني في اطار في كان في الشفافيه والاستقلاليه. تو ولا مازال بكري شويه الحديث على هذه بان ولينا في مرحله اخرى. استاذ عمر انتم تعنتوا في قرار رئيس المجلس الوطني التاسيسي المؤرخ في 20 فيفري 2013 المتعلق بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. تعنتوا على زوج وجوه وقرار التمديد فيه. يعني هاني جايتك. تعنتوا على زوج وجوه، تعنتوا على قرار التمديد اللي خرج على الأجل اللي نص عليه القانون، وتعنتوا أيضا على السلم الترقيمي اللي اعتمدته اللجنة في فرز الأصوات. نجم تفسر لنا أكثر بطريقة مبسطة علاش وشنو السبب اللي خليكم ولو هي مادة فنية باش نحاول تكون بطريقة مبسطة. في العملية الانتخابية هي عملية معقدة وإحنا معناها سرعان ما يدب الشك حالما المواطن وإلا الناخب يلاحظ أي خلل. فمن باب أولى وأحرى وقت يكون الخلل هذا صادر على المجلس الوطني التأسيسي يبدو، وهذه ديما احنا ممكن نقوله دي فورماسيون بروفيسيونيل، نعتبره ديما حسن النية هو المفترض، وأنه كثرة معناها الطلبات وكثرة الانتظارات عجلت في أمور لو كان قاعد تأني فيها ما نتيحوش في الأخطاء. العملية الانتخابية ما يلزمش فيها التشكيك وخاصة من الساس. إذا الساس بدينا من لون مرة معناها العملية الانتخابية ما هيش على قواعد سليمة راهي باش تستمر إلى آخر العملية الانتخابات ونجيو بعد النتائج، ويجي يمكن أي مترشح ما نجحش ديما ينجم يطعن في النتائج. بحيث احنا الهدف نتاعنا من هالقيم هذه أولا إثبات وأنه بالفعل ماهوش كان شعارات لكن في الممارسة قاعدين نبنيه مع بعضنا في دولة القانون والمؤسسات، وأنه القضية هذه عندها صبغة رمزية، وأنه حتى كيف الخطأ يكون صادر على المجلس الوطني التأسيسي ولينا قادرين باش نراجعوا أنفسنا. وأنا الحقيقة سعيد وأني سمعت وأنه المجلس الوطني التأسيسي على خطر إلى حد الآن الأخبار اللي كانت وصلتني مغرضة ولا ما هيش مغرضة أما كانت وأنه برشا حقوقيين وقانونيين ومحامين في المجلس التأسيسي نواب ما نجموش يخرقوا القانون. لا الأخبار اللي وصلتني إلى حد الآن ولا على الأقل ما نقول الإشاعات برا نقول عندك الخبر اللي يحكي أنا سعيد باش نسمع بشكل عملي شو اللي أنتم اعتبرتوه خلل أو خطأ قانوني. راهو الحكم هذا يمكن تسرعنا شوية باش قلنا حكم خارق العادة وانتصار وكذا. أنا بعد خاطر ما استجبش المطاعنكم الكل لا شوف زميلتي تعرف وأنه الضمان للمتقاضي والضمان للناخب هي الأمور الشكلية. أي سيدي أنا جبتهم الأمر أعطينا أول حاجة تعنتوا على أساسها القرار متاع القرار المؤرخ في 20 فيفري والذي نشر بالرايد الرسمي في 22 فيفري. أيوة. يفتح باب الترشحات الفصل متاعه الأول لعضوية مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات حال صدور هذا القانون بالرايد الرسمي. في القانون وتعرف زميلتي ديما باش نستشهد بها يوم العد لا يعد نهار 22 ما تحسبش نحسبه من غدا 23 فيفري كيف نحسبه الأجل نمدع العشر أيام يوفاو نهار 4 مارس. إش تقول الفقرة الثانية من نفس الفصل تعتبر لاغية المطالب المرسمة خارج هذه الأجل. هذا هي القرار وبيته القرار متاع التمديد هذايا مؤرخ في 6 مارس ونشر في الرايد الرسمي في 12 مارس معناها بعد الانتهاء الأجل. ما عاش ممكن الترشحات اللي جات بعد تاريخ 4 مارس باش يقع اعتمادها. الترشحات جميع المطالب اللي جات بعد 4 مارس ما عاش يمكن معناها اعتمادها. بحيث هذه النقطة اللي أنا نعيب على المحكمة وأنه ما أجبتش عليها على خطر كما قلت لك أنا بالنسبة لي أنا الضمان للمتقاضي وللناخب هي الأمور الشكلية قبل ما نمشيه للأصل وخرق مبدأ المساواة. دونك في حكاية التمديد المحكمة ما استجابش. أنا نشوف وأنه المحكمة حاولت وقفتش العمل بقرار التمديد وأنه باش ما تعطلش العملية الانتخابية معناها نوعا ما كلي استعملت هالطريقة هذه اللي أنا نعتبرها غير موفقة. أنا ديما أصر على الكلام اللي قلته وأنه
الأمور الشكلية هي ضمان المتقاضية، الإجراءات في المادة الجزائية وفي المادة المدنية وفي الأمور هذه. المسألة الأولانية أو الإخلال الأولاني هو قرار التمديد اللي خذاه رئيس المجلس جميع الترشحات واللي هو مخالف لل لل اللي جاء خارج الأجل. به شنو المخالفة الثانية؟ المخالفة الثانية هما في خص السلم التقييمي، وأنه الفصل 6 أعطى للجنة هذه باش تعمل سلم تقييمي باش تقدر كيفاش باش يقع اختيار. بين قوسين عنا احنا راهو القرار كامل كان تنشره لنا على على الشاشة الكبيرة باش هكاك نجمو نتبعوه. أيوة. السلم التقييمي اللي عندكم؟ لا لا، قرار المحكمة. لا حاجتي بالسلم التقييمي. السلم التقييمي هاو عند لافاتوم تدخل لنا عليه، هي مفروض انا تخدم به هكا. ولي الفصل 7 ناخذوا شرط السن. ايوه، يقول 35 سنة. اي جاوا عملوا هما دي ترونج داج من 35 إلى 45. الخلل الأول، ترانش اللي بعدها تكون من المفروض من 46 إلى 55، بحيث معناها خرق مبدأ المساواة اللي في 45 ينجم يتمتع بالشروط اللي موجودة في القسط من 35 إلى 45، إذا هذيك معناها تكون هو شروط ميسرة وإلا يستفيد منها أكثر، وينجم معناها ينتفع يختار، ولا ما نعرفش هما كيفاش باش يختاروا من بعد، طالما هو انه هو موجود في الاثنين. هذا الخلل الاول. الخلل الثاني فيما يخص القانون، جاء قال راهو اللي فوق ال 35 سنه معناها يقدموا ترشحات نتاعهم ما حتاش شروط تضييقيه، بحيث هالاقساط هذه معناها زادت ضيقت وزادت فتحت معناها تضييق على المترشحين، وخاصه خرق مبدا المساواه. نحب في مجال آخر فيما يخص المحامين اللي أنا منهم وفي السلم التقييمي، باش نقارنهم بالقضاة. وتو كنت نحكي الزميلتي قلت لها المحامين وقت يكبروا ويولي عمرهم تحهم من 55 سنة يخف عقلهم، والقضاة بالعكس من 55 سنة قد ما يكبروا قد ما نقضى معناه العدد في السيستام دا النوتاسيون. المحامي من 35 إلى 45 يتحصل على ملاحظة باء اللي هي يظهر لي 4 نقاط. أي 6 نقاط. من 45 إلى 55 على أ 8 نقاط. وقت يلي من 55 إلى 65 ينزل للجيم. القاضي بالعكس يولي يتحصل على الملاحظة أ في آخر عمره من 55، بحيث معناها هل سلم التقييمي ما كانش مبني على كنت نخير وأنه نجيو مثلا نجيو للعنصر الكفاءة، ولا محل ما غير ندخلوا يسر في التفاصيل الدقيقة. الحكاية هذه قانونيا تتكيف بأنها خرق لمبدأ المساواة أمام القانون، لأنها تعطي فرص لشرائح معينة على حساب شرائح أخرى. هكا هو كذلك. به إضافة إلى أنه فما تضييق في الشروط اللي نص عليها الفصل 7، وانتم ريتوا أنه مش من حق اللجنة، مش من اختصاص اللجنة أنها تضيق وتزيد شروط أخرى من عندها. يعني النقطة هذه كان عندكم رأي فيها؟ لفتو شوف، أنا باش نخلي المسألة في إطارها. احنا وقت اللي جاتنا الملفات المترشحين قمنا بعمليه الفرز الاولى من حيث معناها مساله اداريه. ايش معناها؟ معناها استيفاء للوثائق والشروط الواجبه، واللي نقص وثيقه وتكون هي معناها موجوده في الملف ونصينا عليها هذاك يعتبر ملغى لنقص الوثائق. قد ايش جاكم من ترشحات كلكم؟ هو جاونا انا ما عنديش العدد بالضبط، لكن في مقارب ال 900 وشويه. شوف احنا السلم التقييمي هذا بالفصل السادس من القانون نتاع الهيئه هذه شو يقول؟ يقول تتولى اللجنه الخاصه التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضويه المقرره بالفصل 7 ومقتضيات حسن اداء الهيئه لمهامها، وتقوم اللجنه الخاصه باعداد سلم تقييمي يقع اعتماده لدراسه ملفات المترشحين يتم اقراره بتوافق اعضاء اللجنه الخاصه. وماذا اللي عملتوه انتم؟ هو الغاية، انت تقرأ نص قانوني، شنو الغاية منه السلم التقييمي؟ احنا جاونا عديد من الملفات بجميع الاختصاصات، احنا حبينا السلم التقييمي، وحتى في محاضر الجلسات واحنا اللجنة باش نعملوا مذكرة توضيحية، لانه اعتماد السلم التقييمي ممكن فما ناس جهة لبس. احنا شقلنا لمزيد ضمان الموضوعية والشفافية والنزاهة في اختيار المترشحين،
على اساس انه احنا باش نقولوا نعملوا عمليه فرز ثاني اعتمادا على السلم التقييمي باش نقصوا من الذاتيه من الذاتيه في الاختيار. انت وقت اللي تجيني تجيب لي محامي اكس ومحامي ايغريك انا كيفاش نخير؟ يا اما سوبجكتيفيتي اللي باش تخليني انا بموقعي كذاتي كي نعرفك انت دونك باش نصوت لك، والا لا انا نشوف مثلا محامي عنده في السن هذيك مش مساله السن، راي شوف احنا كي قسمنا بالفئات اش معناه حبينا نعملوا ممكن 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 سي عمر معناها حسها غريبه لكن حقيقه احنا حبينا نعملوا مزيج بين الاعمار الكل. علاش حبينا نوفقوا ما بين انك تكون ناضج يعني من حيث خاطر الهيئه كما تعرف خبرة. قيمتها من حيث الخبره وكل، وانك تكون انت في عمر معين، حبينا نعملوا مزيج. احنا جاتنا التشكيات انه العمر 35 شبيك ما عملتوش 30 وجاتنا عديد من الاعتراضات وقدمونا، وبالمناسبه هذه فعلا حتى في الجلسه العامه قلنا في عوض احنا هي الثوره قاموا به الشباب واحنا نشجعوا الشباب، لكن كما تعرف الاطار نتاع الهيئه هذه والمهمه المناطه بعودتها تتطلب نوعا ما الناس يكونوا مركزين. معناها ماشي مساله فاتوم، هو اجتهاد العدد نتاع افراد اللجنه. أيه. خلينا نمشيو للما اهم تويك، هذا شنو يترتب عليه قانونيا النتائج القانونيه والوضعيه اللي فيها الهيئه وخاصه وضعيه الملفات اللي لحد الان فرزتهم الهيئه وقبلت الترشحات نتاعهم، علما وانه يزن نوضحوا للساده المشاهدين هذا مش قرار في الاصل، هذا قرار ايقاف تنفيذ فقط، المحكمه ما زالت باش تنظر في الاصل. امال انا باش نحب نوضح لانه تو دابلت وسائل الاعلام انه توقفت عمل اللجنه، احنا ما نقولوش توقفت عمل اللجنه، لا باش المواطنين قلنا لا ما نقولوش عمل السلم التقييمي بالسلم التقييمي اللي اعتمدته اللجنه، احنا في المرحله هذه اللي كنا مبرمجينها باش نستمعوا تم ايقاف العمل هذا حقيقه لانه الاستماع تو باش يتم على اساس انه باش يتم التصويت بثلاث اربع، يعني هذه مساله توضيحيه باش امرت بايقاف تنفيذ العمل بالسلم التقييمي او التقييمي اللي حطته اللجنه. اي قانونين هذا الشيء ترتب عليه. هذه اللي فسرت لا باش نرجعوا الى المرحله اللي ما بداش بها العمل بالسلم التقييمي، معناها المرحله العامه في اختيار المترشحين ولا في قبول الترشحات من دون الاعتماد السلم التقييمي. يعني المرحله من 900 المطلب اللي جاكم اخترتوا 400 على ما اعتقد 452 كانوا 453 هذا كل قبل ما طبقوا الترقيم او اللاجري. ربي سامحني ملاحظه توضيحيه سي عمر وانت رجل قانون وتعرف، كي تقول لي انه 35 45 ومن بعد 45 55 انا باش نسالك سؤال، تقول لي نبداو بال 46 نقول لك ما بين ال 45 وال 46 شنو مقال؟ فما سنة ما كنتي قلت لكاتيجوري بتاع الأصناف السن قلت لي نعملوا 35 45 ومن بعد 46 55، لا يستقيم لأنه ما بين ال 45 وال 46 في الكاتيجوري، يعني أنا عمري 45 ونهار وهذاك عمره 46 غير نهار، فكل الانترفال هذا كله بين 45 لا 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 شوف بالقانون لا 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 سامحني سامحني انت تاريخ تاريخ تقديمك للترشح لا 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 بالعكس سي عمر شوف شوف سي عمر شوف شوف سامحني مدام امال انا مساله توضيحيه، انا نحيي سي عمر والمجموعه اللي قامت، لكن سامحني سي عمر اذا باش نعتبروا انه احنا مالكين الحقيقه المطلقه بكل صراحه هذه مع كامل احترازي صحيح هو عمل بشري هو فما خطا المحكمه راه يمكن ان تصيب او تخطئ ماهيش بشرط هو اجتهاد يعني سلطه تقديريه توا قدامنا قرار مطالبين بتنفيذه باحترام، اعطينا توا ما بعد القرار هذا انتم كيفاش باش تخدموا باش تعطل تقعد في ربعين ديكم وتستريح تنظر المحكمه في الاصل شنو نعطيك بالضبط ما صار اليوم داخل اللجنه بتوافق الكلنا على اساس انه باش نوقفوا الاستماع اللي قلت لك هو كان مبرمج في ثلاثة ايام هذيا وتم اعلام المترشحين لانه كما تعرف الناس محاضره الواحد باش تجي تم اعلام على اساس انه احنا الان باش نعملوا مذكره توضيحيه في اعتماد السلم التقييمي هذايا باستشارة الخبراء من داخل المجلس ومن خارج المجلس هذايا معناها بصريح اللفظ، واحنا باش نحاولوا نطالبوا حتى معناها على اساس الخبراء في القانون الاداري باش يعطيونا الحل التوفيقي، احنا اذعنا لقرار المحكمة الادارية لانه من واجبنا كسلطة تأسيسية باش نطبقوا القانون، هذا قانون ما فيهاش اجتهاد، لكن في اطار كما حكيت لك المعادلة ما بين التسريع في تركيز هذه الهيئه واللي تكون محترمه لجميع الشروط القانونيه، لان ناكد انه احنا حتى السلم التقييم مع كامل احتراماتي لاجتهاد المحكمه لم نخالف القانون لانه احنا ما اعتمدناش شروط مخالفه للقانون، السلم التقييمي اذا انت تحب تقيد السلم التقييمي بالشروط دونك سي با لا بين السلم التقييمي، شنو جدواه السلم التقييمي؟ اذا انت تقولي تعتمد الشروط الموجوده في القانون بصريح اللفظ يعني بشروط هو يمكن في الكلمه القانونيه الاخيره باش تتقال في السلم التقييمي بعد ما يتم النظر في الاصل، الكلمه الاخيره ربما استاذ عمر الصفراوي. فقط انا كنت نخير قبل ما نوصل للقرار، احنا القضيه هذه رفعناها من 26 مارس
26 مارس وتوا أنا قلت جانب إيجابي وقلت في مناسبات أخرى وفي معناها قنوات أخرى وأنه إيجابي وأنه المحكمة الإدارية واصلت في نفس الطريق اللي عودتنا عليه حتى قبل الثورة. ما ثم قرار قبل اللي تذكروه نتاع تجميد أجور ومنح معناها واصلت. أما كنت نخير معناها قبل ما نوصلوا للمحكمة الإدارية وعلى الأقل من باب وأنه على مستوى المجلس الوطني التأسيسي يكونوا ناس يقولوا أهو بالفعل وقت اللي نخطئ ورانا نتراجع وما نستناوش حتى المحكمة وقت العريضة بلغت لهم وقت 26 مارس يشوفوا إذا هي فيها طعونات جدية ما المفروض هاللي خلي نتراجعوا واللي قررته المحكمة اليوم كانوا نجموا هما معناها بصورة توافقية وبكل مسؤولية ياخذوه وما نجيوش اليوم توا على خاطر ثم خطاب آخر نسمع فيه أي سيدي هاكم تحصلتوا على خاطر لأول مرة كما بالفعل أنت ذكرت سيادتك في البداية وأنه الناس تقول راهو عطلت أعمال معناها المسار الانتخابي واللجنة هذه معاش نجم تخدم. كنا هالأمور هذه كل نتجاوزوها اللي خسرناه من 26 مارس لليوم معناها أنا نقول مسؤولية المجلس الوطني لكن ثانية لفاتوم من فضلك نقول إذا أنت تمشي بالتمشي هذي أي مواطن تجيه عريضة يتبلغ له عن طريق عدد المنفذ ما غير ما يمشي للمحكمة يمشي يذعن للعريضة هذه لأن جدي المحكمة هي المحكمة هي اللي تقرر وهي عندها السلطة التقديرية فقط. أنا فما حاجة صغيرة نحب نقرأها من جواب المحكمة بالنسبة لصفة المدعين لأنه المدعى عليهم يعني رئيس المجلس التأسيسي من بين المطاعن اللي قاموا بها المحامين نتاعو انتوما ما عندكمش الصفة شكونكم انتوما قايمين بهالقضية ولكن المحكمة قالت حاجة مهمة وحيث لم يثبت ترشحهم لعضوية مجلس هيئة الانتخابات اللي هما مجموعة المحامين اللي قايمين بالدعوة فإن تعلق الأمر بتركيبة الهيئة المذكورة هيئة الانتخابات باعتبارها رهانا وطنيا ذا أهمية قصوى يجعلهم يكتسبون شرط الصفة والمصلحة في التعرف معناها كان ينجم حتى مواطن بسيط كان ينجم يرفع الدعوة وتقبل المحكمة الصفة نتاعو. شكرا لكم سيد عمر صفراوي. إن شاء الله ديما الدافع الوطنية هو اللي خلينا نقوم بهذه الإجراءات باش نأكدوا للناس أنه بالحق بعد الثورة ولات المواطنة هي القاسم المشترك. شكرا لك لفتم الأسود نايبة من المجلس التأسيسي دقيقة نو كومنت بعد منها يكون حاضر معنا هوني في البلاتو الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل السيد سمير الشوفي وتكون حاضرة معنا زادة لما يجري بي الأمينة العامة للحزب الجمهوري موجودة في دار ضيافة في كرتاج ما نجمتش تخلط تجيب حدنا وباش ناخذوها معنا مع ذلك مرحبا بكم. مرحبا بك سي سمير الشوفي الامين العام المساعد لاتحاد العام التونسي للشغل مرحبا بك سي سمير. تكون معنا زاد بعد لحظات ربما السيده مايا الجريبي الامينه العامه للحزب الجمهوري بالتليفون. الموضوع نتاع النص ساعه الثانيه في البرنامج هو الحوار الوطني الذي مفروض انه ينتهي اليوم والحوار الوطني اللي باش ينطلق غدوه 16 ماي الاتحاد العام التونسي للشغل سيستأنف ربما مرحلة جديدة من الحوار الوطني اللي كنتوا بديتوه في فترة سابقة. واو كذلك. كان في كلمة تقيموها أنه كان ناجح المرحلة الطور الأول كان ناجح أعطى نتائج يعني فعلية على أرض الواقع. في تقديري الحوار الوطني الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل في جولته الأولى يوم 16 أكتوبر 2012 كان ناجحا من حيث أنه نجح في جمع مختلف ألوان الطيف السياسي والجمعياتي في تونس والرؤساء الثلاث
أي رئيس الدولة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة السابقة آنذاك. فما توصل إليه الحوار في يوم 16 أكتوبر 2012 أسس إلى قناعة وطنية باتت اليوم راسخة ويلتقي حولها كل الفرقاء السياسيين، مفادها وأن هذه المبادرة التي دعا لها الاتحاد العام توسي للشغل منذ صيف 2012 باتت هي الملاذ الحقيقي والحل الأمثل والذي أقل كلفة على التونسيين والتونسيات من أجل المرور من هذه المرحلة الانتقالية الثانية الصعبة بأخف الأضرار وأكثر لحمة وانسجام. هو من بعد ولا فما برشا حوارات وطنية بالتأكيد. آخرها ما قاعد يقع في دار ضيافة من أيام، منعرفش إذا كان السيدة ما يجريبي موجودة معنا على التليفون، أمينة العامة للحزب الجمهوري وفي نفس الوقت هي المنسقة ما بين الأحزاب لهذا الحوار الوطني. مرحبا لمايا. أهلا وسهلا وأهلا صديقي سمير للحيين هو ربي قدر بالحقيقة خذنا برش حطات نضالية مع بعضنا نحيي ونحيي الإسلام تنزيل الشغل. مرحبا بك لمايا، ونحب نشكرك ساعة من البداية على رحابة صدرك وعلى قبولك أنك تكون معنا بتليفون بعد يوم طويل وشاق على ما أعتقد، يعني نهارك بدأ من 8 متاع صباح اليوم من اجتماع لاجتماع، العشية عودتوا تقابلتوا ماضي ساعتين مختلف الأطراف السياسية اللي مشاركة في هالحوار الوطني اللي دعات له رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أيضا، صحيح ولا غلط؟ هو حوار دعاله رئيس الجمهورية، هو معناها طريقة شكلية إن صح التعبير لقيناها باش نعملوا هالحوار هذايا، ومرة أخرى فرصة باش نقول أنه ماهيش مبادرة من رئاسة الجمهورية، لكن لا علينا. نعم. مش هذا الأساس، أنه تونس في حاجة إلى حوار وطني وحوارات وطنية أو حلقات مترابطة من الحوار الوطني، وهذا الحقيقة ما قلناه في حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، واللي اتفقنا مع بعضنا أنه كل ما يمكن أن يفيد الحوار الوطني الذي يعقد تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل لا يمكن إلا أن يكون مفيدا للوطن، على خاطر احنا مانيش قاعدين نلوجوا في مصالح لهذا الطرف أو ذاك، وإنما قاعدين نبحث على حلول للوطن. طيب. والتوانسة يحبوا، خلينا نكونوا واضحين ونبسطوا، التوانسة يحبوا يتمانوا على مستقبلهم، يحبوا يواجهوا هالأمن المستشري سواء كان عنفا سياسيا أو عنفا اجتماعيا أو عنفا مسلحا، وتوا التوانسة ولو يخافوا من الإرهاب وعندهم الحق لأن الإرهاب أصبح في عقر دارنا، التوانسة يحبوا يعيشوا عيش كريم بمعنى يوفرون الشغل ويعيشوا عندهم مقدرة شرائية معقولة، والتوانسة يحبوا يتمانوا على مستقبل بلادهم. وين الدستور كما يقولوا التوانسة؟ وش فيه الدستور؟ مش فقط وين الدستور؟ إيه لمايا، الحوار اللي عملتوه على امتداد الأيامات هذوما اللي فاتت الكل، وذولي اليوم آخر حلقة، اليوم آخر اجتماع ولا لا؟ وصلتوا معناه؟ احنا الحوار مازال متواصل وسنسير بكل الاتفاقات الى الاتحاد العام التونسي للشغل. نحب نذكر ان سي نجيب الشيبي التقى مع سي حسين العباسي البارح وقدم له ما توصلنا اليه في موضوع الدستور والقانون الانتخابي وبصفه خاصه النظام السياسي، واعتقد ان ما تحصلنا عليه هو انتصار للديمقراطيه وللمؤسسات الديمقراطيه، لانه التوانسه الكل يعرف المسوده الثالثه من الدستور طرحت نظام سياسي حقيقة ما يوزنش بين سلطة رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، يخلي تغول رئيس الحكومة بمعنى أنه التغول في عوض كان في قصر قرطاج في عهد بن علي توا باش يولي في قصر الحكومة، لكن هذا يورانا لأن اللي توافقنا فيه في الحوار الوطني بين الأحزاب هو حقيقة نظام سياسي متوازن يؤمن الديمقراطية ويخلي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية عندهم صلاحيات متوازنة، وبالتالي التوانسة ما يخافوش على الوضع السياسي أنه واحد سمحني في العبارة التونسية يغم على الآخر. أيضا في الدستور فما نقطة، وإحنا معنا قيادي من الاتحاد العام التونسي للشغل، ونقطة كانت محل جدل كبير، المسودة الثالثة للدستور فيها حق الإضراب مضمون ما لم وبرع عاد الاستدراكات طويلة جدا ما يخل من هذا الحق. الحمد لله توافقنا في الحوار الوطني إلى التنصيص على أن الحق الإضراب مضمون
نقطة ورجعوا تصحر. طيب القوانين تضبط. إلا ما يتوى اللي به الفايدة هذا كله يعني الخطوات اللي مشيتوها واللي حصلتوها ديجا قدمتوا فيها نعرفوها الكل. احنا كنا الكل نستناو البارح عندكم باش تخرجوا بينكم الختامي البارح كملتوا في بالنا. يا أخي سمعنا اللي انتم ما تخالفتوا ما تفهمتوش فيما يتعلق بحل روابط حماية الثورة بقرار سياسي. أطراف تقول لا راهو القضاء هو الفيصل، أطراف أخرى تقول لا راهو يلزم فما إرادة سياسية باش نوقفوا هالعنف السياسي والعنف اللي بدا بشوية بشوية يولي عنف مادي ومسلح. اليوم وين وصلتوا ولا مايا؟ بارك الله فيك اللي عطيتني الفرصة باش نوضح. الحكاية هي ماهيش يعني تحط القضاء مقابل السياسي، لا، القضاء نحبوه مستقل، ونحن نريد أن يقع التتبع القضائي لروابط حماية الثورة لأنهم كانوا مارقين ولا زالوا مارقين على القانون، ونعرفوا شو وقع أنتخ في قدام دار الاتحاد العام التونسي للشغل 4 ديسمبر الناس كل تعرفها، أو 5 ديسمبر 4 ديسمبر نعرفوا اللي وقع مارقين عن القانون، ولا حسيب ولا رقيب، فمش تتبع. دونك العبارة متاع السياسي هي أنه الأحزاب السياسية يجب أن تعبر على إرادة سياسية لا لبس فيها، ولكن طبعا احنا نطالبوا بالتتبع القضائي وأنه القضاء ياخو مجراه وأنه يطبق القانون. احنا مش في مكان القضاء، ولا أعتقد أنه الأخ سمير يخالفني الرأي في ذلك. لما وين وصلتوا اليوم؟ سمحني وين وصلتوا؟ توما من الماضي ساعتين ملمومين، توا 7 متاع الليل، مازلنا ناخذ الوقت اللي يلزم. غدوة باش نمشيو بحذا السي سمير وإن شاء الله نقول لك إما بتوافقات واضحة تطالب بفتح تحقيق قضائي واضح وجلي في شأن الرابطات اللي تمارس العنف، ولا نقولوا ما اتفقناش. معناها المسألة واضحة. على كل حال هذا لا ينقص من قيمة التوافقات حول الدستور، ومرة أخرى أقول أننا ما حطيناش القضاء معارض للسياسة، لم ننصب أنفسنا مكان القضاء. نحن نطالب بفتح تحقيق كما بالضبط يطالب الاتحاد العام التونسي للشغل، فتح تحقيق قضائي في موضوع روابط حماية الثورة. وأيضا بربي نقطة مهمة اللي طالبوا بها هي أن الروابط أغلبيتها ما عندهاش تأشيرة، دونك ما عندهاش الحق بس الوجود. هذا نطالبوا به، وأتمنى لحوارنا اليوم أن يصل إلى ذلك حتى نسير إلى الحوار متاع الاتحاد العام التونسي للشغل بما سنتوصل إليه لفايدة تونس الحقيقة. شكرا لك، هذا الطرف أو ذاك. شكرا لك سيدة ما يجري على التوضيحات هذوما الكل، وربي يوفقكم إن شاء الله. من هوني لآخر السهرية نسمع أخبار به، ولا غدوة صباح على الأقل نسمع منكم أخبار به في الحوار الوطني اللي ينظموا بداية من غدوة الاتحاد العام التونسي للشغل. شكرا لسيدة ما يجري اللي سرقنا لها شوية من وقت الاجتماع متاعها، نخليها ترجع للاجتماع. غدوة شكون الأطراف اللي كي كونفيرمي معناها أكدت حضورها ومشاركتها في الحوار الوطني سي سمير؟ يعني تقريبا كل الأطراف المدعوة معناها عبرت عن لا فقط استعدادها للحضور، وإنما مساندتها لهذه المبادرة وتثمينها لهذه المبادرة، واعتبار هذه المبادرة هي الملاذ الأخير الذي يمكن لتونس أن يقيها كل المنزلقات والمخاطر والتحديات الجمع على مختلف الأصعدة. نهار 16 أكتوبر فما أطراف سياسية قاطعت الحوار الوطني اللي دعاله الاتحاد العام التونسي للشغل. هل نفهم من كلامك أن غدوة 16 ماي كل الفرقاء السياسيين باش يكونوا حاضرين؟ هذا ما نعلمه، حتى حد ما رفض الدعم. هذا ما نعلمه وما نؤكد عليه، والإخوة في حركة النهضة وحزب المؤتمر اللي يبدو أنك تشير إليهما باعتبارهما هما الطرفين الرئيسيين اللذين قاطعا عنها الجولة الأولى من الحوار، عبر صراحة عن دعمهما لهذه المبادرة وعن مشاركتهما معنا في أشغال الجولة الثانية للمؤتمر الحوار الوطني. باش راح تروحي في بقعة أي مواطن أو مواطنة بسيط أو بسيطة بيع شو باش تحكي وغدو شنو المواضيع اللي باش تناقشوا فيهم؟ يعني الحوار الوطني حول ماذا؟ ومن أجل ماذا ولماذا؟ الحوار الوطني الذي دعونا إليه في صيف 2012 كان الهدف منه هو
دعوة كل الفرقاء والفاعلين السياسيين في المشهد السياسي في تونس إلى الجلوس على طاولة واحدة والتداول من أجل الوصول إلى توافقات حول القضايا الرئيسية التي بات الخلاف حولها مثارا للتجاذبات والاحتقان وأصبح له تداعيات اجتماعية واقتصادية وأمنية خطيرة وخطيرة جدا على البلاد. وقتها ومن ثم قوس صغير وقتها أهم مشكلة كانت تعترض فريق الجميع ونهار معناها الالتيماتوم تاع نهار 23 أكتوبر نهاية الأجل من 23 أكتوبر 2012 لليوم ولو عنا عشرات المشاكل الأخرى. شوف سيدي أخرتها أخرها وليس معاش نتمنى أنها تكون أخرها ما يحدث في الشعام بين يعني الإرهاب. سيدة الكريمة دعوة الاتحاد ومبادرته لا علاقة لها ب 23 أكتوبر لأنه سبق وأن أشرت وأن الدعوة كانت وجهت منذ جوان 2012 وحتى في تلك الفترة المسألة هذه ما كانتش مطروحة أطلاقا ولكن ما كان مطروح وحالة احتقان كبير في علاقة الأحزاب الحاكمة بالأحزاب خارج دفة الحكم في علاقة بمكونات المجتمع المدني فيما بينها وفيما بين السلطة في علاقة بالدستور وطبيعة الدستور ومضامين الدستور وطريقة الاشتغال من أجل إنهاء العمل بالدستور. هذه الاختلافات العميقة واللي بلغت درجة من الاحتقان حتى أنها أصبحت معناها مظاهرها وظواهرها معناها تبرز في الشارع عبر معناها الاعتصامات عبر المظاهرات معناها عبر حتى معناها القمع اللي سلط معناها على عديد المظاهرات السلمية كـ 7 أفريل و 9 أفريل وما إلى ذلك وذا يعبر عن حالة الاحتقان. احنا في تقديرنا الخاص وانه مسألة صياغة الخروج من المرحلة الانتقالية الثانية الصعبة للتأسيس لاستحقاقات الثورة، استحقاقات الثورة تكمن في بناء دولة مدنية ديمقراطية ذات مضمون اجتماعي. هذه الدولة المدنية ذات المضمون الاجتماعي والتي تجمع كل التونسيين وتوحد كل التونسيين وتعمل لصالح كل التونسيين دون استثناء، هذه الدولة من سيبنيها؟ من سيؤسس المرتكزات القانونية والدستورية والمؤسساتية لها؟ إن لم يكن كل التونسيين في إطار التوافق فأننا نعتقد واعتقادنا راسخ لا يمكن التشكيك فيه وأن بناءها سيكون معبرا عن جزء من التونسيين وليس كل التونسيين. وهنا ومن هنا يمكن أن نؤسس إلى دكتاتورية جديدة إلى حالة عدم استقرار في البلاد وهذا يتنافى مع كل مطمح من مطامح التوانسة الكليكة. احنا نعتقد اليوم في الاتحاد هو هذه أهم محور باش يعني هذا مش يترتب عليه هالنقاط الخمس أنا نقرأهم لك باش تكون واضحة. النقطة الأولى اللي خلص إليها المؤتمرون في جولة الأولى للحوار الوطني 16 أكتوبر 2012 حوصلناها في التالي. النقطة الأولى إنهاء تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعيدا عن المحاصة السياسية والحزبية في أقرب وقت ممكن وتوفير الإمكانات المادية لإنجاز عملها دون إبطاء. النقطة الثانية تحديد تاريخ إنهاء وإصدار دستور جديد يجسد مدنية الدولة ويؤسس للحقوق والحريات ولنظام سياسي متوازن. النقطة الثالثة تحديد تاريخ إصدار القانون الانتخابي. النقطة الرابعة تحديد أجل نهائي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تنهي الفترة الانتقالية. والنقطة الخامسة التي يجب أن تتوفر حتى نمكن معنا الفاعلين من الاشتغال حول هذه النقاط في أريحية ممكنة وتمثل في تنقيط المناخ العام للفترة الانتقالية الذي يجب إرساؤه عبر احترام القانون ونفاذه ونبذ العنف والإرهاب ومجابهته والبدء في حل أهم الملفات القانونية والاجتماعية العالقة والتي تؤثر في هذا المناخ وفي مقدمتها ملف العدالة الانتقالية بما فيها ملف شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو قانون العفو التشريعي العام وملف غلاء المعيشة وبصفة عامة توفير أرضية وظروف ملائمة لإنجاز انتخابات ديمقراطية وتعددية شفافة ونزيهة وحرة. هذا كل صراحة هذا بروغرام هايل ومثالي. أما هذا الكل باش تعملوه من هنا لنوفمبر ولا ديسمبر الجاي؟ هذا الكل باش يتنفذ غلاء المعيشة ونبذ العنف والقضاء على الإرهاب والعدالة الانتقالية والعفو التشريعي العام والتفاصيل اللي في الدستور. أتنجيه الدستور هذاك يظهر لي حكاية
حكايه وحده، هذا كل باش يتم من هنا ديسمبر الجاي. شوف اختي الكريمه، ما يعوزنا الان في تونس ليس الكفاءات او القدره على تصور الحلول للمشكلات الثائره في الواقع، ما يعوزنا الان هو المشروع الوطني الجامع في حدوده الدنيا. ونحن نعتقد ويجب زاد وقت المشروع الوطني الجامع، ونحن وقت باش تتناقشوا على الاقل في حدوده الدنيا ومرتكزاته الاساسيه التي توصلنا وتؤدي بنا الى المقاربه الوطنيه الجامعه. نحن نعتقد في الاتحاد العام التونسي للشغل، ويشترك معنا الإخوة والأصدقاء في عمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأن الإرادة الوطنية لما تتوفر لدى كل الفرقاء السياسيين في الحكومة أو خارجها، فأن هذه الصعوبات على أهميتها وعلى معناها صعوبة التعامل معها فتصبح معناها في متناولنا جميعا. وبالتالي لابد في تقديرنا، وذو المساج الرسالة القوية التي يجب أن نوجهها إلى الجميع، وأن مصلحة تونس يجب أن يقع التعامل معها فوق كل المصالح الحزبية والجمعياتية الأخرى. إذا خلصنا إلى توجيه هذه الرسالة واقتنع الجميع بمضمونها، أنا في تقديري معناها الحيلة في ترك الحيلة، يولي هذيك الألعاب ومعناها الممارسات اللي تهدف إلى إرباك التوافق الوطني العام معناها نتركها إلى جانبا، ومبدأ الحوار هذايا الوطني قائم على التفاوض والحوار، والحوار ينبني المبدأ التفاوض ينبني على القدرة والاستعداد الأطراف المتقابلة على مبدأ تقديم التنازلات المتبادلة. طيب. وتونس تستحق منا جميعا أن نضحي وأن نتنازل كثيرا وليس حتى قليلا من أجل مصلحتنا. ها تشوفوا طيب التوانسة الكل واليوم مرعوبين. الكارت كلمتها تو نجي، ولا مازال الدستور والإرهاب ولا العنف كان تحب نزلنا نرجعوا نحكيوا فيهم قبل ما يوفوا 8 دقائق مازالوا في وقت البرنامج. أما أنت ذكرت كلام ياسر به، قلت التوافق، قلت التنازلات، وقلت وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار. نفس الكلمات هذوما سمعناهم في المرحلة هذه الثانية بتاع الحوار الوطني اللي دعا له رئيس الجمهورية، ومع ذلك ما نلقاوش الاتحاد العام التونسي للشغل الحاضر، ما حبيتوش تحضروا علاش سي سمير؟ هذه موضوع ثاني. أولا الحوار الحاصل معناها في قصر الضيافة بكرتاج هو حوار سياسي بين أطراف سياسية معينة، ونحن معناها في الاتحاد العام التونسي للشغل لم توجه لنا الدعوة في بداية الحوار هذايا، تم تدارك الامر هذا في مرحله ثم من بعد. في مرحله ثانيه وقع توجيه الدعوه، جيكم حتى وفد، جيتكم بالضبط السيده ميا جريبي وحكيت معكم، بالضبط الاخت ميا جريبي وممثلين عن حركه النهضه وعن التكتل وعن نداء تونس وعن التحالف الديمقراطي، حتى تصويره نتاع الزياره يظهر، بالضبط وتفاعلنا معهم تفاعلا ايجابيا، ولكننا كنا صرحاء، والاخ الامين العام كان واضحا ودقيقا، وان الاتحاد لا يمكن له باي حال من الاحوال ان يكون مصطفا سياسيا او حزبيا مع مجموعه حزبيه دون اخرى. الاتحاد يبقى وسيظل الخيمة الوطنية الجامعة للجميع، ومن هذا المنطلق قلنا نحن لا نرفض أن يتنادى مجموعة أو ثلة من الأحزاب للحوار، بل ندعم كل خطوة حزبية فيما بينها للنقاش والحوار، لأنه هذا كان مفقود فيما مضى. ولكن الاتحاد دعا وأنه المبادرة الحوار الوطني لابد أن تكون شاملة وجامعة وتشمل الجميع أحزابا ومنظمات وجمعيات وشخصيات وطنية، ويكون الراعي معناها لا علاقة له في مسألة الانتخابية اللي كثيرا ما يدور معناها الجدل ولها حساسية مفرطة. وكانتوا في الاخر ما عندكمش طموحات انتخابية، دونك نجموا تكونوا انتوما تلموا الناس الكل. نرجع زوز مسائل حساسة، الدستور ومسألة كنا قبل شوية نحكيوا على العنف السياسي اللي أدى يوصل إلى درجة عالية من الاحتقان، لدرجة أنه أدى إلى اغتيالات واغتيال وجه سياسي مشهور وما عنده وزنه في الساحة السياسية اللي هو المرحوم شكري بالعيد. تولينا نحكيوا على الإرهاب، على عنف مسلح فرد المرة سي سمير. هاك سمعت لما قتل كلتوا ما سيعطين للسبعة متاع الليل، حكاوا الأيامات اللي فاتت وتزادوا، رجعوا اليوم بذم باش يحكيوا على مسألة تتعلق بالعنف، رابطة حماية الثورة اللي أنتم أول طرف تقولوا اليوم مارسوا عليكم العنف وطالبين بحلها.
اذا خرجوا الليله وجاوكم غدوا وما حلوش المشكله هذه قعدوا ماهمش متوافقين، هذا ممكن ياثر على قيمه الحوار الوطني باش يتم غدوه تحت خيمه الاتحاد وعلى ربما جمله المقررات اللي باش تخرج منه؟ يعني احنا عاقدون العزم على انجاح هذا الحوار الوطني الجامع، لان تونس لم يعد لها من متسع من الوقت ولا من الظروف السامحه لمزيد اضاعه الوقت، ونعتقد وان التونسيين والتونسيات جميعهم على قناعه واحده وان تونس لابد ان نحصنها حقيقه من كل مصادر العنف، ومصادر العنف عديدة ومتعددة، هناك عنف مادي، هناك عنف لفظي، هناك عنف مسلح، هناك اغتيال سياسي، ونأمل أن يكون معناه بدايته ونهايته صفحة وتطوى، هناك تبشير غير مطمئنة لإرهاب بدأ يتشكل، هذه مخاطر تهدد بلادنا. أنا في تقديري وقناعتي الخاصة أنه ما فماش تونسي صادق وطني شريف يحب بلاده ما يسعاش باش معناها يتوافق مع شركائه في الوطن وإخوته في الوطن باش معناها يتوصلوا إلى مقاربة من شأنها أن تحصن بلادنا من كل مظاهر العنف. نعم. مسألة روابط حماية الثورة معناها تتحل ما تتحلش، أولا نحب نوضح احنا في الاتحاد العام التونسي للشغل ما عندناش عداوة لا مع روابط حماية الثورة لا غير روابط حماية مش الثورة. مش هذا الظاهر. احنا يعني من 4 ديسمبر لليوم احنا نراو اللي فما زوز غرماء الاتحاد من جهة وروابط حماية الثورة. لا والله هو يعني هذا المشهد هو اسمعني هذا المشهد اسمعني اللي نراو فيه الناس كل. اسمعني اختي الفاضلة، هو من المعيب انه نحط الاتحاد العام توصل للشغل وكأنه ولا معناها يتصارع مع روابط حماية الثورة، معناها فهمتني؟ لأنه فعلا إيليتان صار الوقت باش نفتح الملف هذايا سياسيا. إذا كان اليوم روابط حماية الثورة خلينا نكون واضح ودقيق، وأنا كنت في فترة الثورة الحقيقية كنت المنسق العام للمجلس الجهوي لحماية الثورة، قلت لي كان فما داعي، أما خلينا نفتح الملف هذايا، إن كانت هناك حاجة فعلية لروابط من أجل حماية الثورة سأكون أنا على رأس هذه الروابط، لاعتبار وأن كتونسيين أحرص الناس على الدفاع وعلى حماية أهداف الثورة، ولكن أهداف الثورة بعد انتخابات 23 أكتوبر وما أفرزته من نتائج وأصبح لنا مؤسسة دستورية شرعية، نعتقد وأنه المجلس الوطني التأسيسي والأحزاب والجمعيات والمنظمات هي المؤتمنة على تحقيق أهداف الثورة. طيب. وبالتالي على كل الأخوة اللي يؤمنوا وحريصين وعندهم غيرة وخشية على الالتفاف على الثورة عليهم أن يكونوا فاعلين في أحزابهم ومنظماتهم الجماهيرية والوطنية ومتقيدون بالقانون لحماية الثورة، عدا ذلك يصبح معناها أهداف أخرى. من بين الأسئلة اللي باش تطرح غدوة في الحوار الوطني باش يدوم يوم واحد على نعم. ما أعتقد. طيب سؤالي اللي خليني في دقيقة ونص ذيك الوقت اللي قعد قبيلة قلت لي أنا الأوان باش نخدموا استحقاقات الثورة اليوم واللي هي دولة مدنية ذات مضمون اجتماعي. دولة مدنية ذات مضمون اجتماعي هذايا سي توت ان بروجي دو سوسيتي، ان بروجي بوليتيك وسوسيتا، يعني مشروع سياسي مجتمعي ومجتمعي أو مدني، مفروض أنه الدستور هو اللي يرسيه. هذا كيفاش باش تعملوا في دوبل فونكسيون وانتم تخدموا بالموازات مع الدستور، وإلا هذايا الكل باش يكون في إطار حوار أو تحادث مع المجلس الوطني التأسيسي؟ يعني الحوار الوطني والتوصل إلى مقاربة وطنية جامعة تجيب على النقاط الخلافية في علاقة بأمهات القضايا المطروحة في تونس هو معناها الحل الأوحد والوحيد لإنهاء التجاذبات وإنهاء معناها الاشتغال بمعنى العقل الباطني لتمرير بعض الفصول في هذا الفصل من الدستور الذي قد يؤمن معناها مصلحة حزبية معينة أو تلغيم الفصل الآخر. بالتالي اليوم المصلحة الوطنية تقتضي وأن يتفرغ الجميع من كل ممثلي المجلس الوطني التأسيسي لإيجاد وصياغة دستور جامع يؤسس لدولة وطنية مدنية ديمقراطية معناها تستجيب لمواصفات العصر. استدعيتهم نواب المجلس التأسيسي معاكم غدوة؟ استدعيتهم باش يحضروا كل النواب المجلس الوطني التأسيسي وجهت لهم الدعوة، ونحن معناها فهمتني سنكون مسرورين بتواجدهم وبمعناها تأثيرهم
في إنجاح معناها هذا المؤتمر الوطني للاتحاد العام في سلسلة الشغل الذي نريد أن تكون مقرراته تنزل بردا وسلاما على تونس تونسنا الحبيبة. شكرا لك. نختم بكتاب البيادر لميخائيل نعيمة. كما العادة نحب نشكر برشا سيد سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. نحب نشكر برشا أيضا السيدة مي الجريبي اللي كانت حاضرة معنا بالتليفون، هي منسقة الحوار الوطني في دار ضيافة، ونذكر اللي هي الأمينة العامة للحزب الجمهوري. شكرا أيضا للسيدة فاطوم الأسود نائبة المجلس التأسيسي، والأستاذ عمر الصفراوي اللي كانوا ضيوفنا في الجزء الأولاني من البرنامج. احنا باش نتقابلوا إن شاء الله مع بعضنا نهار 27 مايو، نهار الاثنين 27 مايو، الاثنين والأربعاء جايين، باش نغيبوا عليكم شوية، ناخذوا راحة صغيرة، نعاودوا نرجعوا لكم إن شاء الله بتوقيت الأولى نهار 27 مايو، بقية أوقات ممتعة.